اخوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخوان كما كتشاهدوا معنا عمليه كونترول لفيدراليه مدينه الدار البيضاء عند احد ابطال مسابقه طنطان وابطال ناحيه مدينه طنطان عند الابطال ديالنا بلوت عمران عند البطل ديالنا عادل عند جمعيه جوهره السباته. وتيتجمع لنا في عمليه كونترول الاخ بدر احد الابطال الكبار داخل جمعيه جوهره السباته وايضا داخل فيدراليه مدينه الدار البيضاء. وكتوجد معنا كذلك البطل ديالنا بالقميري صلاح بالقميري في عمليه كونترول. وكنقولوا للبطل ديالنا عادل عادل مبروك عليك والف مبروك، انجاز كبير في هذه المسابقه ديال طنطان، الرتبه الخامسه داخل الفيدراليه، يعني انجاز كبير وشرفتي جمعيه جوهره السباته داخل هذه الفيدراليه. قبل ذلك غادي ناخذ كلمه عند البطل ديالنا بدر، ولا غادي يتكلم لنا كيفاش شاف البطل ديالنا عادل لوفت عمران في هذا الانجاز هذا الكبير. اخويا بدر السلام عليكم. طيب عادل راه جديد ولكن راه انجازات راه المره الثانيه تبارك الله، ثاني عام ولكن جيتي في المستوى ديالك تبارك الله. انجاز كبير اخويا عادل تبارك الله، اللهم بارك. الرتبه الخامسه في هذه المسابقة ديال طنطان وديال بطل الخوت كما كتشاهدوا معنا في هذا الفيديو هذا. هذه هي بطلة سباق. هذه راه في ديال كلاسات ديزيام سباتة و 43 في الفيدرالية. وطنطا لا بروميير في سباتة و 5 كام في الفيدرالية. تبارك الله. ان شاء الله ديال الفيديو. تكون داخلة في 3 فيز ياك؟ لا صغيرة هي باقا لها وحدة الأولى. يعني شنبورة ياك؟ شنبورة. تبارك الله، اللهم بارك. كان بارك الأخ علي في الكلاس. تبارك الله. اللهم يسير تبارك الله. كما كيعرف الجميع لوفت متواضع عند البطل ديالنا عادل لوفت عمران طه. هي الاولى عرب السيطرة ما كتحتاجش شي حوايج بزاف. شوف الجهات سبعة خويا بدر يكون راسه ضروري ضروري باش يمكن شي باش بغيت يلعب. خاصك اللاعب وانت تكمل ليه داكشي ديال تبارك الله. حنا ما شنو خصو ورا اللاعب غيدير ليه عليه، وما يمكنش تواش غادي تعلم في واحد حاجه بغيتي تكبر ولا ما تكبرش. لا ما تكبرش انا داكشي اللي كيكون عندك. بالنسبه للحمام الشربوره اخويا بدر ياك؟ شربوره الخوص 2023 باك فيدراسيون. تبارك الله اللهم بارك تبارك الله. ورينا كاشير بالنسبه لشي كاشير. هانتوما الخوص كما كتشاهدوا معنا كاشير ديال المسابقه ديال طنطان داخل فيدراليه مدينه الدار البيضاء. ايوا غادي نرجع لك اخويا بدر قبل ما نمشيو عند البطل ديالنا عادل لوفت عمران طه. غادي ناخذوا بالقميري اللي غادي يعطينا شي كلمه حق البطل ديالنا عادل. السلام عليكم، مرحبا بك السي العيد عندنا. تبارك الله الاخ عادل لوفت عمران طه برهن على العلو الكاد ديالو الحمد لله. هذه كلارا ومبروك عليه والف مبروك ونشكروك على الزياره. هذا تبارك الله البطل ديالنا عادل تبارك الله بطل كبير. ديك لارا تبارك الله كيخدم عنده دوزيام اسبيجو الحمد لله في الفيدراليه بحميمه الحمد لله. وحنا مخر عاوتاني كتاكد وان شاء الله غتكون لي زاسبيجو. مبروك عليه والف مبروك وفرحنا ليه مجموعين الحمد لله. تبارك الله وراه شرف الحي ديالكم. مرحبا اللي هي حي ديال الشلالات. حي الشلالات تبارك الله اللهم بارك. البطل ديالنا عادل راه كيخدم كثير وما كيتكلمش كثير. تبارك الله انسان خلوق الحمد لله انسان خلوق. هذاك الشيء اللي كان. خليو لي دابا الكلمه الاحسان ديالك اخويا عادل. الاحسان ديالك وانت كتعلم بين الاوائل داخل فيدرال الدار البيضاء، الاحساس ديالك في هذه المسابقه اخويا عادل. الاحساس ديال اي مولوع كتجي حمامه في ما كيكونش الحمام. كتجي واحد الحمامه وحتى الحمام ما كاينش، يعني كيكون واحد الاحساس جميل اللي كيتسنى اي مولوع. اي واحد كيتسنى ديك اللحظه اللي كتكون زوينه. الحمد لله خدمنا مع الحليمات شويه كما قال بدر. الحمام ولاع ما كطلبش شي حاجه اللي كثيره. حاجه بسيطه ما تكونش مزوقه وزوينه وكبيره وفيها الحب. تكون صحيه ياك. تكون صحيه شي حاجه زوينه. الحمد لله خدمنا وجربنا التيسير. كنشكروا الناس اللي عطاونا الحميمه. الناس اللي عطاونا الحميمه طوندين جاري غفير عبد الهادي. عبد الهادي شكروا على الحميمه ديالهم. هما اللي عطاو لينا الشنايبير عطاو لينا خدمنا مع رجل الله التيسير. وهي كتعود الاصل ديال مصطفى الهلالي. مصطفى الهلالي تبارك الله راه بطل كبير. وديالو هادي الام ديالها ديال الحرش القماح بريس
بالنسبه للدم اللي فيها الدم اللي فيها ما كانيبال فينيسترا ياك بالنسبه للاب ولا بالنسبه للام؟ ابو باطل غيتكلم عليها كانيبال فينيسترا الام فيها الشر اللي كان فيها الزب خلطه تمشي من بعيد داكشي ماشي قريب فيها الشر اللي كان فيها واحد فاندينا بيل ديال اليسار 2004 وفيها فانديك من ناحيه الام من ناحيه الاب كانيبال فينيسترا تبارك الله يعني هاد الحمامه فات عندك شي انجاز اخويا بدر ولا ما تخلصهاش في دولمين اييه ديزيام في سباشا ورتبه 43 في الفيدرالي والطلقه راه في بروميير في سباشا ورتبه 5 تبارك الله هاد الحمامه ربما مختصه في كرون دي ميفو ياك كيلعب دومي فو في كرون دي ميفو تبارك الله اللهم يا شير راه مش نبوره كبيره تبارك الله من الاول وليديها حتى هي عندها انجازات كبيره لا لينر معروفه حتى بزاف الانجازات تبارك الله اللهم بارك والله يسخر خويا بوي القميري القضيه ديالك انت مولع شنو ان شاء الله واحد العامين ان شاء الله نكتب الله الله كنجيب في السلاله نصوب السجينه الحمد لله نصوب السجينه ان شاء الله ويكون الخير ان شاء الله الولاعه بشويه بشويه كيجي كل شيء بحاول ان شاء الله اللهم يسر شنو اللي كاين عبد الله ايوا الخوت دابا راه كيحضروا معنا بعض الابطال عندنا جمعيه ديال السفيت وعاد الابطال كذلك هنا في شلالات نبداو بالبطل ديالنا الزروقي غيتكلم لنا على البطل ديالنا عادل اللي شرف الحي وشرف هذه المنطقه هذه ككل. السلام عليكم ورحمه الله. خويا بالعيد حنا جينا نفرحوا مع الاخ عادل تبارك الله اللهم بارك اوصل بدون مدفون تبارك الله طلقات الاخرين بين تبارك الله اللهم بارك في الجمعيه ديال جوار السباشة ولا في الفيدراليه ديال الدار البيضاء ماشي من السهل. انسان راه خدام حميمات وتبارك الله راه كاين السلاله تبارك الله حميمات اللي هما مزيانين تبارك الله والله يسخر ليه الاخ هادي راه هادشي ماشي غريب عليه راه تبارك الله كل عام حاضر تبارك الله داكشي اللي كاين وتبارك الله الرتبه الخامسه داخل الفيدراليه وكيقطن في مسافه بعيده يعني منطقه ديال الشلالات صعيب باش تحت الرتبه الخامسه في هاد المسابقه هادي اخويا دابا ملي كيوصل الدومي فوق راه كيبدا الحمام هو اللي لاعب هو اللي لاعب كل انسان الخدمه ديال المولوع والحمام راه هو اللي كيلعب السلاله هي اللي كتبين دابا كانت السلاله وكانوا حميمات مزيانين وكان الانسان مجتهد معاهم راه ما غاديش يتسنى راه ماشي تهمل الحمام تخليه وتقول راه باغي نديكلار تبارك الله الاخ عادل راه كيخدم مع الحميمات والاخوان الرجاء والبو بدر تا تبارك الله بدر راه معروف تبارك الله معروف تبارك الله الله يبارك موتي في الدراري الدراري كلشي خدام مع الحميمات كاع الدراري اللي هنا كاين عندهم حميمات كاين الراسه الدراري كلهم مقصرين تبارك الله وراه غادا الامور مزيان نتمنى التوفيق مع عبد الله الدراري كاملين ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في الموسم القادم ان شاء الله ربما اخر مسابقه هي هذيك مسابقه ديال طنطان متبوعه بمسابقه ديال العيون وغادي ناخذ كلمه عند احد الابطال تا هو بجمعيه ديال تطملي ياك قلتي تطملي شي كلمه بحق البطل ديالنا عادل السلام عليكم اولا كنشكرك في السيد العيد الله يبارك فيك الاخ عادل مبروك عليك تصرف من طاقه مبروك يستاهل داكشي اللي كاين مبروك عليه مرات اخويا عادل بالنسبه فاش طلعتي ولقيتي الحمام ولا كيفاش انا كنت مريح هنايا بالعيد فهاد البيت هذا يلا سمعت ديكلاراسيون طلعت برونشيت الما قالها يلا برونشي باقا يلا كنت انستال كتسمع البيت مع ما عرفتش واش كتبيطو طاف فوق سبوتنيك ولا جات الله اعلم صافي وحطيت لاباري قال ما تديش انا في الحمامه خرجت ضربت الدوره هنا على بالي كاع ما جات الحمامه دخلت عاوتاني طليت على المكانه كتبان لي كاين واحد ما فهمت والو بلا بشيء وانا نطلع الفور طلعت عندي ثلاثه الحمامات اللي كنحس بانوا لي اربعه قلت صافي راه كاين واحد وما تاكدتش مشيت شديته وشفت السيري لقيتها هي ما عرفتش مين جات والله ما عرفتش وديك الساعه بدات الاتصالات ياك بديتي تتصل بالناس ديك الساعه بقيت عيط لي صلاح قلت له بدات الديكلاراسيون قلت له راني يلاه ديكلاريت صافي وصيفط لي فاش صورتها وصيفطها صافي باركوا لي الاخوان ايوا صافي الحمد لله بعدا ولكن ما كنتش متوقع بين الرتبه الخامسه لا ما كنتش متوقع وما كنتش متوقع انها غادي تجيك باقا الديكلاراسيون مديكلاري وصافي قالت لي الناس خامسه لا الرتبه الخامسه تبدا الديكلاراسيون انا كاع ما كنت متوقع على خامسه الاول حنا لاعبين مقصرين الحمد لله مرحبا ما جاش مرحبا الحمد لله على كل حال الانسان هو يكون هذا القلب ديالو بيضو صافي صافي غادي يسهل داكشي اللي كاين ولا بقى كيتعصب واحد القوانا علاش ما جاش علاش هادي على هذا وكيشوف هذا والله لا شافه داكشي اللي كاين ما كانش عندك هذا بيض هذا من الداخل ديالك بيض راه ما غاديكلاريش داكشي اللي كاين اخويا بغي الصبر غير صبر حنا راه ما كنلاعبين مره نديكلاريو ما ديكلاريناش عادي جدا ما كاين حتى شي مشكل الله يسهل عليك تبارك الله اخويا عادل تبارك الله راه كنشكروا الاخ الزراقي وعبد الله وي والاخ باطر والقميري صلاح
تبارك الله راه كيتعاونوا مع هاد الدراري اللي ما عرفتش اش كتسول عليها، حيت دابا انا راه الاولى عارف ثاني عام هذاك العام وهذا العام. وهذا العام تبارك الله. فهمتي ذاك العام كانوا شي بريات تبارك الله شي 12 8 في ديال العام، وهذا العام عاوتاني راه كاين ماتش شي 10 ولا. والحمد لله راه اختصرت الطريقه اخويا عادل تبارك الله. اول عام وثاني عام وكتديكلاري فيدرالي راه ماشي مساهل. كنقول لك دابا داك الشيء هذا ملي راه تيسير الله واللي فهمتي الانسان كيخدم ويدير اللي عليه ويكون قلبه صافي. والاخوان كنشكروا الناس تاهما اللي تعاونوا معنا، رئيس الجمعيه صالح خنوس هو اللي استقبلنا في الجمعيه ديالو، كانت الصراحه جمعيه بمستوى لا المنخرطين ديالها ولا الناس الاعضاء برئاسه صالح خنوس، وكنشكروا بزاف اللي قدم لنا دعم كبير. ونشكروا طارق حتى هو الله يطول طارق جامايكا جامايكا وحيا الحله كاع الدراري غازولين الناس اللي كياخذوا الحمام كيبسطاطيو اللجنه التقنيه اللجنه التقنيه كلهم كنشكروهم على هذا العام اللي كان صراحه عام ربما انا كيبان لي عام استثنائي عام مزيان تبارك الله. وكنتمناو الخير للجميع ولهذا العام النهايه ديال هذا الموسم كنتمناو الخير لاي واحد اللي طلع راه ولا اللي طلع راه. وكنبغي نشكر عاوتاني واحد السيد ابراهيم مسالم كنبغي نشكرو حتى هو راجل تبارك الله راجل صالح متواضع مشينا عندو خدينا عندو سنايبرات ميمات جاب الله التيسير راه ضربات الحمامه ديالو دوريجين 100% ديالو كوبل راه عطاو واحد جوج سنايبرات ديك لاراو داك العام وديك لاراو هاد العام هاد العام تبارك الله نتوفى دارت نافيام وبالميم ياك باضر نافيام بالميم 23 في الفيدرالية اه لا في الميم 23 في ولاد جران ودار الدوزيام اسبيجون فيدرالية ديال هادي 100% ديال الاخ ابراهيم سالم كنشكرو مشيت عندو قلت له راه كنعرف الحمام الا هو راه باينين شنايبرات عزل لي انت زوم قال لي هاك سير تخدم راه خدمنا بهم داك العام جاب التيسير وخدمنا بهم هذا العام هذا راجل الله يحفظك مازال باقي ما دريتش فيها جينيراسيون 1 2 3 باقي هي جينيراسيون 1 يلاه خديت منها بجوج شنايبرات راه جاب الله التيسير فيهم تبارك الله اللهم بارك الله يسخر اش كنقول لك دابا بنادم بالنيه الا مشيتي حتى معصب على الدوبه باغي تقلب ولا عطيني هذه دير تبارك الله داك الشيء ما تجي في داك الشيء هو هذاك اه داك الشيء اللي كاين قلنا له المهمه هو عطانا داك الشيء وجاب الله التيسير تبارك الله. وكنشكر الاخ بدر حتى هو اللي كيتعاون معنا واخ صلاح كيتعاونوا معنا طربوش عبد الغني عبد الهادي كاع الدراري كيتعاونوا معنا بحارش القماح كاع الدراري كيتعاونوا معنا مراد مراد وسميتو اللي معاه امين امين حتى هو كنشكرهم كنبغيو شي حاجه كاع الدراري ديال المنطقه كاملين سالي الله بادي آه. كتبغي تسول اي حاجه كتب الدراري ما كيدخلوش عليك كيسولوا آه. اي واحد غتسولو الزراقي عبد الله ولا اي واحد غتسوليه احمد امجد فاسيس انوار كاع الدراري اللي كتسولهم تبارك الله الدراري كاع مزيان ما كاين لا حسد لا هذه لا والو كلشي بحال بحال هذه المنطقه حنا ما عندناش هذا كلشي كيخدم هذا راه غنمشي عندهم نقول له عطيني هذه الحمامه تخدم فيه بغا يقول لك ديه هو غيجي غيطلع السجده اللي عجباته يديها مزيان تبارك الله كامل عندنا اي واحد شي عنده تقول لي عطيني حمامه يقول لك راه ديال ولا اخويا عادل اي واحد تكون ضارب خاص بيجو ولا تكون بروميير ولا وما كيفرح شي واحد كيفرحوا ليه كاملين بحال انا ديت من عدد الحمامه وديكلار ديكلار هو وهو العكس هو كذلك ماشي كيفرح هو ديال ولاعه داك الشيء اللي كاين هذا الشيء اللي كنشوفوا كنتفرجوا فيه راه ديال ولاعه انسر مولع خويا هذاك الشيء اللي كاين انسر مولع الدينامو ديال الولاعه راه هو الاخ بدر تبارك الله هو بدر تبارك الله بطل كبير صراحه ماشي كيتعاون في كل شيء اي حاجه بغيتي معلومات كل شيء وصبار ما كاينش زعما خويا لا في لونطري ما لا في كل شيء انسان خالو تبارك الله صراحه الله يسر كيقرب علينا بزاف والله العظيم نشكر مصطفى الهلالي سوا تبارك الله السلاله ديالو اللي عاطيه وعطات كثير صراحه ومولعنا حنا الدراري كاملين مولعين عنده ما كيبخلش علينا باي حمامه عطر الزاق الكريمي الدري راه سميتو الطوموبيل ديال اللي كاين في ديار اسبانيا عماد حتى هو كنشكرو اللي هو كان طوموبيل ديال الهلالي قبل ما يكون طوموبيل ديال الهلالي كرياني كل الدراري كنشكروهم السلاله عندو تبارك الله الهلالي الحروبه راه كلشي الدراري خدمو بيها كلشي ضرب بيها تبارك الله والسلاله راه ديالو كنشكرو وكنقولو ليه الله يرحم الوالدين تحيه ليهم من هاد المنبر هذا. بالنسبه لشي كم حمام ديت اخويا عادل شحال جي 14 حمام شحال جي دابا تقريبا؟ جو تسعود باقيين خمسة اي جاو مازال ان شاء الله جاو الله مزيان ما جاوش مزيان خوسي بالنسبة اخويا عادل قلت لي الله عمي دابا باش درتي الحمام ذاك العام وهذا العام وهذا العام وانا نسولك أول حمامة قتنيتي دخلتي اللوف ديالك كاش حمامة ديال ديال مسال ديال مسال أول حمامة أول حمامة قبل ما تكون عندك حتى حمامة باش تجينا حتى حمامة تبارك الله هادي صايبتي هادي انا الاول كنت ولا صايبتي هادي الدري باغي يدير الحمام الوف المتواضع على الخوت في دويس بان لي المسالك ديال ديك الحميمه مشيت عند دغديتي وجيت عند بدر عطاني ما عرفتش شي واحد الحمامات ولا خمسه بدر حتى والله مضل كبيره عطاني عبد الغني ويا بدر الخوت ها هو مضل كبيره ديال صالح كلشي الدراري عطاني حمام طربوش عطاني حمام امين عطاني حمام مراد كلشي الدراري خديت من عندهم حمام اللي قلت لي حمام انا قلت لك اي واحد مشي عنده تقول لي عطاني حمام يقول لك
تبارك الله. ما كاينش حمام اللي حمام اللي دار. حمام اللي دار باش تنفس معهم انت انت يا. حمام اللي دار ماشي يقول لك هاك سير السجن من اللور اخوي. اللي دار. كيعطيك جناب السجن ولا شي حاجه. هو هو الحمام راه ضرب هذاك الشيء اللي خدينا من عنده راه ضرب. هو ضرب تبارك الله. اللهم ياسر. الدليل انه عطاك حمامات مزيانين. الحمد لله الدراري اي واحد مشينا اي واحد كدوي معاه كيتعاون. الدراري اللي في سباته على حنايا. واش تبارك الله بحال بحال والله انك تمشي للجمعيه عاوتاني ترتاح حتى كتمشي ترتاح التعامل ديال الناس كيفاش كيتعاملوك والحمام ديالك حتى هو كيمشي مرتاح كيبان تبارك الله كبير وزوين وكيديروا عدد قليل كتمشي مرتاح والحمام كيجي نقي وكلشي كيجي نقي كيجي الحمام مرتاح الحمد لله كلشي داز بخير وعلى خير وكنشكروا جميع الاعضاء ديال جوهره سميتها واش كنشكرك اخويا عزيز وكنشكروا جميع المشاهدين الكرام اللي كتواجدوا معنا في هذا الفيديو هذا بعد الكنترول كنشكروا الاخ بدر والاخ القري صلاح قريني من القميري والاخ اللي كيلعب في جمعيه ديال لطيف مليل الخوت هادشي اللي كاين بلا ما نطول عليكم كانت عماد الكنترول الفيدراليه مدينه الدار البيضاء عند اصحاب الرتبه الخامسه داخل مسابقه طنطان عند البطل ديالنا عادل لوفت عمران طه وهادشي اللي كاين الخوت بلا ما نطول عليكم دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تبارك الله عليكم الخوت الله يعاون بصغر